كيفك؟ منيحة. كيف نمتي؟ شو الحال؟ كيف وعيتي؟ يعني. وين قضيتي السنة الماضية؟ مع الأصحاب. أحلى دور مثلتي؟ لميس. أحلى سنة عشتيها؟ كل سنة بقول إن شاء الله السنة الجديدة بتكون أحلى من السنة اللي قبلها. أحلى غنية سمعتيها السنة؟ 3 دقات. شو أحلى فيلم حضرتي السنة؟ مش فيلم، سيري The Crown. معلومة جديدة تعلمتيها بال 2018. أعطي عقد ما باخد. وين أحلى محل زرتيه بال 2018؟ طبيعة لبنان، جرود لبنان، جبال. مين شخصية العام برأيك؟ بولا يعقوبيان، كتير فخورة فيها ومعجبة بكل شيء عم تعمله. بليز بوب كورن. بتعايدي مع أصحابك ولا أهلك؟ مع أصحابي. بتفضلي الصبح ولا الليل؟ الليل. بيض أحمر ولا أبيض؟ أحمر. بيش دو نويل ولا مارون جلاسي؟ بيش دو نويل. شو حتلبسي الليلة؟ أسود حداداً على 2018. زهقتك؟ زهقتك؟ بليز افتحي الكادو وعايدي الصورة. ايه ميرسي. شو في هيدي الكادو؟ أنا بتمنى لها النجاح، بتمنى لها تضل لحد عائلتها وتعمل اشياء حلوه. ومن بدك تفرجينا مين عيادتي؟ يعني يلا ميرسي لكم، بتمنى لكم سنه حلوه وحضروا كتير موفيز، لانه هيدي احلى شيء، احلى شيء انكم تطلعوا من الزمن اللي انتم فيه. باي. ميرسي، نعاد عليكي.